لم يبقى شيء على حاله هنا، أو بالأحرى لم يبقى سوى الدمار. لكن مصطفى ما زال يعتبر عين العرب كوباني المدمرة منزله الوحيد. هذا بيتنا عشنا فيها، تولدنا فيها، وهلا جايين وشايفين الدمار، حتى الحجار ما في. العائدون من مخيمات اللجوء بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش يعيشون حاليا في خيم مؤقتة فوق أنقاض منازلهم، يعتبرون أن الوضع الحالي هو ثمن باهظ كان لابد من دفعه لتحرير المدينة من قبضة داعش. وبالنسبة لعمر إسماعيل فإن العيش في خيمة مع أطفاله قرب منزله المدمر يبقى أفضل حالا من التهديد الذي يشكله المتطرفون. أهم شيء عندنا أنه يطلعوا جماعة داعش من عندنا، يعني إذا يروح دار إيش ما يروح معلش، يعني إحنا مبسوطين هلأ بروحته. هلأ أنا كأنه معمر بناية طابقين ثلاثة بمهلهم حال هذا بالخيمة هاي، مبسوط فيها. ما زالت المدافع منصوبة في وسط المدينة كدلالة على أن خطر داعش ربما لم يختفي تماما، وسيارات مفخخة فجرها التنظيم بين المنازل ما زالت شاهدة على عنف المعارك التي دارت هنا وهناك. على طول الطريق المؤدي من وإلى عين العرب يمكن رؤية سيارات قليلة تدخل وتخرج، قليلون هم السكان الذين عادوا لتفقد مدينتهم التي غابت ملامحها تماما. مريش حاضر، العربية.